إذن تحية لكل متتبعي قناة شوف تي في على هذا البث المباشر من مدينة قلعة السراغنة، اللي من خلاله غنعلن لكم عن الحالة الوبائية ببلادنا خلال 16 ساعة الماضية. إذن متتبعينا، كما كتعرف بلادنا عرفت تسجيل 24 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا حتى الساعة 10 من اليوم، ليرتفع عدد الحالات المصابة ببلادنا إلى 7556 حالة. مشاهدينا، كما تم استبعاد خلال 16 ساعة 3352 حالة مستبعدة بعد التحاليل المخبرية، وكذلك تم تسجيل حالة وفاة ليرتفع بذلك عدد الوفيات ببلادنا إلى 202 ديال الحالات، اللي كنتمناهم الله سبحانه وتعالى أن يتغمضهما برحمته الواسعة ويرزق أهلهما الصبر والسلوان. فيما كذلك ارتفع عدد حالة الشفاء بعد تسجيل 67 حالة شفاء خلال 16 ساعة الماضية إلى 4841 حالة. إذن مشاهدينا، أعلنت وزارة الصحة قبل قليل من يومه الثلاثاء عن تسجيل 24 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الحالات ببلادنا إلى 7556 حالة. وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب covidmaghreb.ma أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 148023 حالة، يعني بزيادة ديال 3352 حالة مستبعدة خلال 16 ساعة. وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن وفق المصدر ذاته 4841 حالة، فيما بلغ عدد حالة الوفاة إلى 202 ديال الحالات. نتمنهم الله سبحانه وتعالى أن يتغمضهم برحمته الواسعة وأن يشفي كل المصابين ببلادنا. إذن مشاهدينا، كما تهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط كذلك في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. إذن مشاهدينا، كما كنعرف بلادنا لا زال يسجل عندنا إصابات بهذا الوباء، وكنتمناو مزيد من الالتزام، مزيد من التضامن، مزيد من التضحية كي نتخطى هذه الجائحة. فالحمد لله بلادنا كتعرف، كما عرفت مدينة قلعة السراغنة اليوم فتح الحي الصناعي. إذا الحي الصناعي اليوم كيمارس النشاط ديالو العادي، لكن يجب على كل المهنيين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية وكذلك القوانين التي فرضتها السلطات المغربية باش الانسان يتجنب كل المخاطر اللي غادي تحيط به وبالعائله ديالو وبالناس وبالمواطن ديالو. يعني ما علينا الا نلتزموا بالكمامه ونلتزموا كذلك بالمسافه القانونيه، والانسان اللي ما عندوش لاش يخرج. اذا خرجوا الناس اللي عندهم الى الضروره القصوى. اذا مشاهدينا، اليوم بلادنا كتعرف تسجيل 24 حاله حتى الساعه 10 من يوم الثلاثاء، كما ارتفع العدد إلى 7556 حالة، وكذلك تم تسجيل للأسف جوج ديال الوفيات. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يتغمضهم برحمته الواسعة. فيما تم استبعاد 3352 حالة مستبعدة خلال 16 ساعة، ليرتفع بذلك عدد الحالات المستبعدة ببلادنا منذ بداية هذا الجائحة إلى 148023 حالة. فيما ارتفعت كذلك حالة الشفاء إلى
1841 حالة، يعني بزيادة 67 حالة خلال 16 ساعة. إذن متتبعينا إلى هنا نصل إلى نهاية هذا البث المباشر من مدينة قلعة أسرغنا. تحية لكم متتبعينا على شوف تيفي، نلتقي في مباشر آخر إن شاء الله، إلى اللقاء.